بتعامل جديد مع مصطلح الصهيونية. منصة ميتا ستبدأ بإزالة المنشورات اللي تستهدف الصهاينة. إذا كان المعنى يشير إلى الشعب اليهودي والإسرائيلي، هو الشعب اليهودي هو شعب؟ ما أعرف. بدلاً من مؤيدي الحركة السياسية، هذا البوست والخبر هو هذا، يعني خلينا نقول، نقدر نقول هذا مجانبة مو الكيان الصهيوني، للجبان الصهيوني. هذه مجانبة، وهذه يعني خلينا نقول سطور واضحة حتى نعرف منو ويانا ومنو علينا. هذا الخبر من ميتا، يريدون ما نقول الكيان الصهيوني، نقول الشعب الإسرائيلي واليهودي. هذا الخبر من الصهاينة، نرجع للقوة، للشجاعة، لغزة العزة بالخبر الثاني من منصتنا، والخبر الآخر من منصتنا، منصة الإنستغرام فيديو. خلينا نشوفه مشاهدينا وبعدين نرجع لكم. حبيبة دكتورة على الجنوب، احنا ما نضلنا قاعدين على الركن، مش طالعين حتى الموت، بدنا ننام في ارضنا. احنا في ارضنا ان شاء الله مش هنطلع صامدين. احنا رغم الحصار ورغم الجوع مش طالعين من ارضنا. انا بقول للاحتلال اخر نزوح عند الله اللي خلقنا، ومش طالعين من ارضنا ان شاء الله. مش طالعين من ارضنا، مش طالعين حتى لو بقيت آني آخر واحد وبقى المكان فارغ. يا أخي شنو هالقوة؟ شنو هالصبر؟ شنو هالعزيمة والتمسك بهاي الأرض الحرة؟ يعني شعب تعرض لكل أنواع التعذيب، كل أنواع القتل والتهجير، وحاروا شي يسوون حتى يزعزعون القوة اللي هم متمسكين بيها، لكن يا أخي ما يقدروا لهم. غزة قوية، قوية بناسها، قوية بإيمانها، قوية بعزيمتها، قوية بقوتها، بتمسكها بنصر الله ووعد الله إنه غزة هي عزيزة، هي كريمة، هي بلد التضحيات. يعني حاروا شي يسوون بالنساء، حاروا شي يسوون بالأطفال، وإذا تلاحظون الطفلة يعني تقول مش طالعين، وخراب داير مدايرها. لكن أنا متأكدة هذا الخراب اللي داير مدايرها دا تشوفه أرضها عزيزة وبيتها ووحدتها. غزة العزة ما رح تنتهي، وتبقى عالقة بأذهاننا، تبقى عالقة بقلوبنا.